كما يشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب مشاركة المؤسسات التعليمية بأجنحة تقدم فيها مجموعة من الفعاليات والأنشطة لطلبة المدارس. أجواء من التفاعل والإلهام تجسد مشاركة المؤسسات التعليمية ومدارس الدولة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، منها هيئة الشارقة للتعليم الخاص التي تهتم ببناء جيل متعلم شغوف يحب القراءة والاطلاع عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة المقدمة في جناحها. تقديم مجموعة تعليمية واسعة من الفعاليات والأنشطة الطلابية لمختلف الفئات العمرية، وتشمل ورش عمل تفاعلية تساهم في تطوير مهارات الطلبة وإبراز مواهبهم، بالإضافة إلى أنشطة طلابية تسلط الضوء على إبداعاتهم. وزارة التربية والتعليم هي الأخرى كانت حاضرة في المعرض، مقدمة عروضاً مسرحية مشوقة يصاحبها إلقاء قصص ممتعة شارك فيها الطلبة من مختلف المراحل التعليمية تعبيراً عن حب اللغة العربية، ما يفتح لهم آفاقاً جديدة لاستكشاف جماليات لغتهم الأم. الهدف من القصة معالجة المشاكل والصعوبات اللي يواجهها الطلاب في سواء المهارات النحوية، البلاغية وحتى الصرفية، حيث أرفقنا إضاءات نحوية في القصص تشرح المهارات تخدم طلاب المرحلة الثانوية. قدمنا مسرحية الحركات القصيرة والمدود الطويلة، هو الآو والواو والياء والفتحة والضمة والكسرة. بجانب مشاركة المؤسسات التعليمية تأتي المشاركات التثقيفية، فإدارة سلامة الطفل وعبر هذه الجلسة الحوارية تناقش موضوعاً حول التربية الإيجابية لتعزز البيئة التربوية وتشجع الطلبة على تنمية مواهبهم. المهارة عبارة عن سلوك، راح يكون التركيز بين العين والإيد، والتركيز جمع الثلاث قدرات مرة واحدة، فيبتدي الطفل يشعر من وراء الكلمة، يحس فيها، بيتعلمها، فراح يجد الطفل أن القراءة أفضل الوسائل للوصول إلى المعلومة. هذه المبادرات المتكاملة تجعل من معرض الشارقة الدولي للكتاب بيئة ملهمة تعزز من قدرات الطلبة الفكرية والإبداعية، وتصنع منهم جيلاً واعياً ومثقفاً. تأتي هذه المشاركات في معرض الشارقة الدولي للكتاب لتبني جسوراً من التواصل والإلهام بين الجهات التعليمية والجمهور، وتمزج بين التعلم والاكتشاف في أجواء ملهمة. لأخبار دار مهر الكتبي من إكسبو الشارقة.